هزمتها المقاومة الفلسطينية واللبنانية خلال العقد الماضي. أكثر وحدات جيش الاحتلال تعود إلى الواجهة، الوحدة 504 الاستخبارية والمعروفة بالموساد الصغير تعود للعمل في الساحات السورية في ظل أوضاع غير مستقرة. جهاز الاستخبارات العسكرية أمان هو المسؤول عن هذه الوحدة التي ينط بها تشغيل وتجنيد الجواسيس في الخارج. شو اللي صار مع المهمة؟ تعمل الوحدة أيضا داخل غرف التحقيقات لممارسة التهديد والإغراء لانتزاع الاعترافات والمعلومات من الأسرى. تلقت هذه الوحدة ضربة قوية عندما استطاع الشهيد حسن أبو شعيرة من قتل العقيد فيها يهودا يدري خلال الانتفاضة الثانية. توالت خسائر الوحدة بكشف عدد كبير من شبكات التجسس التابعة لها على يد الأجهزة الأمنية اللبنانية. بلغت ذروة الإخفاقات المهنية عندما انتحر أحد كبار ضباطها بعد اعتقال عدد من جواسيسه في لبنان عام 2010. تزامنت كل تلك المعلومات مع نشر وسائل الإعلام العبرية معلومات كثيرة حول إخفاقات وقصص فساد بعد أن كانت وحدة مختارة داخل جيش الاحتلال.